Hola, desde el 24 de abril hasta el 24 de mayo los musulmanes celebráis el Ramadán. Simplemente quería recordaros que en base al estado de alarma decretado por el gobierno de España, para garantizar la salud y la seguridad de todos, pues que no está permitido circular por la calle sin ninguna justificación o un motivo o causa mayor. También tenemos limitado el tema de la reunión en espacios públicos y tampoco podemos acudir a ningún centro de culto. Es muy importante que lo celebréis en casa, siguiendo las instrucciones sanitarias de higiene, las distancias de seguridad y simplemente desearos que lo celebréis, que lo disfrutéis y un feliz Ramadán para todos los musulmanes. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الإعلان يا إخواني في الله لجميع مدينة لوركا. في هذا الإعلان يقول أن المسلمين يحتفلون في شهر رمضان المبارك من تاريخ 24 أبريل إلى 23 مايو. وكما بعلمكم أن حالة الطوارئ والإنذار في إسبانيا مستمرة للآن، فالرجاء كل الرجاء من جميع الإخوة والأخوات الالتزام بالقوانين والالتزام بما تصدره السلطات في حالة الإنذار، من عدم التجمعات في الشوارع الغير لازمة والغير مبررة، وأيضا المحافظة على الابتعاد عن الأشخاص والمحافظة على السلامة العامة من النظافة وغيرها. والرجاء كل الرجاء أيضا عدم الذهاب لدور العبادة، فالذهاب للمساجد والذهاب لدور العبادة ممنوع خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة الطوارئ. ومن هذا المكان ومن هذا المنبر أوجه لجميع إخواني وأخواتي الصبر والتحمل، لأن هذا البلاء وهذا الوباء هو مستمر على جميع العالم، فيجب علينا الالتزام في بيوتنا والالتزام بغسل أيدينا والالتزام بجميع ما تقرره السلطات وعدم الخروج عن القانون. وشهر رمضان مبارك علينا وعليكم، وهذا وضع استثنائي لجميع المسلمين، يجب علينا أن نبتهل إلى الله تبارك وتعالى والتضرع والتوجه إلى الله بالدعاء الكامل أن يرفع عنا الوباء والبلاء. واصبروا، وإن الله تبارك وتعالى سيجعل الفرج إن شاء الله مع الصبر. وأشكر السلطات وأشكر هذا المكان، مكان إدارة الأزمات والطوارئ، أشكرهم على استضافتي، وأشكر السلطات الإسبانية على المتابعة لجميع المواطنين والمهاجرين. فيجب علينا أن نقدم شكرا عمليا بأن نلتزم التزاما كاملا بما يأمرنا به السلطات. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. رمضان مبارك علينا وعليكم، وعواشركم مبروكة.